الافغاني الله يطول بعمره مسوي له بقاله في السكراب ويبيع بنزين، رافع اسعار البنزين العشرة لتر بدينار، ويبيع كل شيء، لا رخصه ولا احد جايه ولا اخوان البلديه هناك، الله يطول بعمرهم ويخليهم لنا ان شاء الله ويخليهم لهذا البلد المعطاء. عدل معالي الطوفه، عدل الطوفه تبي ترد من القهر. شوفوا تقرير البقاله. هذه يا محمد الملا بقاله بالسكراب. أيوة. تبيع بنزين. ايوه. ايه كم اللتر؟ ها؟ 10 لتر كم؟ 10 لتر؟ ايه؟ 10 دينار. 10 لتر بدينار. الحبيب يقول له صور. يصور شو من بيحاكي. عدل معالي الطوفة، ايش تبون نحكي، ايش تبون نقول، هذا الواقع المرير للأسف اللي نعيشه. عموما باكر ان شاء الله نكمل معاكم السلبيات